ناد عمره 15 عاماً، اعتاد في السنوات الأخيرة التأرجح بين الدوري الممتاز والدرجة الثانية، ولكن قبيل عودته هذا الموسم إلى الأضواء لجأت إدارته إلى خطوة غير مألوفة في مصر، فأسندت إدارة شؤون كرة القدم بالكامل إلى شركة خاصة كتجربة استثمارية يؤمل أن تثمر في المستقبل القريب. هي طبعا كونسبت جديد على مصر، ان شركه من بره تيجي تدير المنظومه في نادي الجونه، وحطينا كله على الورق وابتدينا نشتغل من السنه اللي فاتت. الحمد لله صعدنا السنه اللي فاتت في سنه واحده، الحمد لله قدرنا ان احنا نصعد، وده كان مكتوب في العقد برضو. دي المره الثانيه اقولها، ان انا كنت حاطط شرط في العقد ان احنا لو ما صعدناش من اول سنه العقد يكون لاغي. فربنا اكرمنا الحمد لله، فاعتقد ان احنا فرقنا بسبع بونت عن الفرق اللي تحتينا. ما كانتش سهله طبعا، لكن احنا كنا ماشيين بنفس البادجت اللي موجوده في الانديه الثانيه زي اسوان وزي نصر التعدين، وزي ما كناش صارفين اكتر من الناس اللي صارفه في الدوري ده، والحمد لله ربنا وفقنا وابتدينا نشتغل بقى على الدوري الممتاز. الجونة صار وجهة جاذبة للاعبين مع الاستقرار الذي وفرته التجربة الاستثمارية، أمر صار ملموساً مع بدء الدوري الممتاز. في سكن لعيبة، في فندق للعيبة، وفندق مجهز بكل حاجة ممكن اللعيب يحتاجها في بيته. أنت موفر له مكان تمرين كويس، ملعب الاستاد، الملعب الفرعي، الوجبات، الأكل، كل حاجة أنت موفر للعيب أنه يكون مستريح ويكون كل تفكيره جوه المستطيل الاخضر، ما يفكرش حاجه بره الملعب. اي حاجه بره الملعب احنا بنحاول نوفرها له، حتى لو عنده مشكله خارجيه، حتى مشكله عائليه، احنا بنحاول ان احنا نساعد ان هو يحلها بحيث ان هو يبقى مركز بس في الملعب. ودي يمكن الحاجه اللي انا بشوف، انا كنت لعيب كوره وكان اهم حاجه عندي ان انا ما اشغلش بالي بحاجات او مشاكل فرعيه. بصراحه كنت في نادي الانتاج، بعد كده جيت على الجونه هنا. بصراحه الواحد ارتاح من اول ما اتعامل معاهم، يعني ما حسيتش ان انا بعيد خالص، لا حسيت ان انا فكان محترم، مش هيبقى شاغل بالي اي حاجه خالص. كنت مرتاح جدا اول ما مضيت وعرفت ان انا بقى متواجد مع النادي هنا بقياده كابتن هشام زكريا، برده من الناس اعرفه من ايام ما كنت في بلجيكا. مدرب كبير جدا الحمد لله، يعني ربنا كرم الواحد السنه دي الحمد لله، عاملين موسم كويس كلنا، وان شاء الله يعني تبقى بدايه لنادي الجونه تاني ان شاء الله بعد عودته الممتاز، ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. رهان كبير قامت به إدارة الجونة تمثل في التعاقد مع عدد من اللاعبين ذوي الخبرة، كان البعض يصنفهم كعناصر منتهية الصلاحية، ولكن تأثيرهم في الملعب وخارجه سرعان ما أثبت العكس. لو انت حللت الفرقة نفسها هتلاقي ان معظم الخبرات هتلاقيهم لعبوا مع بعض قبل كده، فمش هتلاقي حتى الانسجام ما خدش وقت يعني، وده كان مهم جدا انت في اول السيزون تكولكت او تجمع نط بسرعه. فده ما بالعكس كل شيء كان مدروس، وما فيش حد او في لعيب دخل جونه غير ما كابتن هشام زكريا كان هو اللي مختاره، فما يستحيل ان انت تعرف تكون فرقه من غير المدير الفني بتاعك، لان المدير الفني بتاعك هو اللي سايق وهو اللي يختار وهو عارف مين كويس ومين وحش. انت لما تيجي تعمل فرقه بتاعك لازم يبقى ميكس بين الشباب والخبره، خبره تقدر تعلم الشباب بشكل جيد، وشباب يقدروا يشيلوا الخبره في معطيات الاداء اللي كلياقه بدنيه كاداء، فما تقدرش تستغنى عن عنصر منهم. فالحمد لله رب العالمين احنا ما جينا النهارده دورنا على خبرات ما شاء الله بتلعب، يعني اذا كان اوكا بسم الله ما شاء الله كابتن التيم من الناس اللي بتادي وبتبلي، بلاء حسن السنه اللي فاتت كان عامل موسم رائع مع الاسيوطي، جده نفس الكلام، احمد عيد نفس الكلام، حتى هم حطوا احمد علي، واحمد علي 29 سنه، احمد علي واخدين من المقاولين، ولكن النهارده هم دول. فهم بصوا القصه كلها ان لو الاسامي في قالك فريق عواجيز، لا هم مش فريق عواجيز، بص لادائهم عاملين ثلاث اجيال، فالثلاث اجيال دول بيتهيألي بيوصلوا لبعض كل حاجه، يعني طبعا هم بيراهنوا علينا في حته في الملعب بره الملعب في الالتزام في يعني طبعا هم بيراهنوا علينا في حته في الملعب بره الملعب في الالتزام في الانتظام في الحاجات دي كلها. احنا بنحاول يعني ننقل كل التجارب اللي مرت بينا، يمكن المواقف اللي حصلت لنا بره الملعب جوه الملعب للعيبه اللي اصغر مننا او اللعيبه اللي يعني الصغيرين 19 سنه ولا 20 سنه. مزج الخبره بالشباب ليس فقط عنصر القوه الوحيد للجونه، فهذا الفريق يعتبر من الانديه القليله التي تمتلك ملعبا خاصا بها في مصر، وهو نفس الملعب الذي انقذ الكره المصريه باستضافته المباريات القاريه صيف عام 2013 حين حال الظرف الامني دون اقامه مباريات بالمدن الكبرى. هنا انت بيتك ملعبك، بتعرف الاجواء اللي انت فيه، الهواء الحر الرطوبه، في استحسان في كل حاجه. ثانيا انت في مرتاح،
حاسس ان ملعبك تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، لكن احنا بره عشان تدور على توقيت تتمرن فيه وقت الماتش ده صعب، ان في فرقه تانية بتتمرن بعدك او فرقه بتتمرن قبلك او فرقه حجز قبلك، كانت دي مشكله. لكن هنا انت بتحس بالامان، كيان كيان هنا في كيان. فطبعا الحمد لله دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان 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 عندك ملاعب تقدر في اي وقت، فترات اعدادك، ماتشاتك الوديه، ماتشاتك الرسميه، ليك مكانك، ليك جمهورك. فدي لا حاجه بقول لك الفرق 100%. الامكانيات كلها متاحه، منها طبعا عندك ملعب استاد محترم، وعندك ملعب تدريب محترم، وعندك جيم محترم، عندك كل انواع الاستشفاء اللعيبه اللي بنحتاجها موجوده كلها كويسه. في نوادي كتير، نوادي كبيره في مصر ما عندهاش الكلام ده. المعطيات الإيجابية لتجربة الجونة الجديدة أثمرت عن انطلاقة جيدة للفريق في الدوري الممتاز، وكأنه معتاد على الفوز منذ البداية، أمر يؤكد أن النادي يسير على الطريق المرسوم له من قبل الإدارة التي تطمح في الانتقال من مجرد العمل على البقاء بين الكبار إلى المنافسة في المواسم التالية. بنحاول طبعا احنا اول حاجه ناحيه فيها للصعاده، بنحاول احنا يعني نبقى موجودين في الدوري البقاء. بعد كده ان شاء الله بنركز بقى ان احنا نبقى موجودين في حته كويسه تليق بنادي الجونه، ونعمل حاجه كويسه تليق باسامي اللعيبه الموجوده واسم الجهاز واسم الاداره اللي موجوده. فان شاء الله يعني يبقى حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي. دايما بقول للعيبه المجموعه دي انا حاسس ان احنا بقى لنا 5-6 سنين مع بعض، فدي حاجه كويسه طبعا، فرقه معانا في الملعب، فرقه معانا في كل حاجه. ف يعني الحمد لله ان التوفيق الاداره ان هم يقدروا يجمعوا المجموعه دي مع بعض، الحمد لله ده توفيق طبعا. نتمنى التوفيق يبقى معانا ان شاء الله الماتشات الجايه، وان شاء الله النادي ده دايما بقولها اللعيبه الفتره الجايه ان شاء الله لو بس هو يعني انا بتكلم السنه دي الاول ان احنا ننهي الدوري في مركز كويس ان شاء الله السنين الجايه النادي ده يبقى من الانديه اللي في المربع الذهبي على طول ان شاء الله باذن الله. كان عندنا اهدافنا، كان عندنا طموحنا، الحمد لله نجحنا بأول سنة بالصعود. فكرنا السنة دي بقى بعد ما ربنا كرمنا وصعدنا إزاي نقدم الاحترام والكرة المحترمة. فالحمد لله رب العالمين إن احنا نوصل لأداء محترم ونتائج دي كان ميكس بيبقى صعب شوية. فأتمنى يا رب نكمل السنة دي بالشكل اللي احنا بدأنا بيه، وأتمنى يا رب إن شاء الله الفترة اللي جاية ننول احترام الإعلام والنقاد، ولما نخلص الخطوة دي نبدأ إن شاء الله نفكر في الخطوة اللي جاية اللي هي المربع إن شاء الله. ولأن الاستثمار هدف رئيسي في التجربة، فقد عمدت إدارة الكرة في نادي الجونة إلى توقيع اتفاقية لنقل الخبرات من نادي لوتسيرن السويسري، وانتهجت سياسة حذرة في التعاقدات جعلت سقف الإنفاق قبل الموسم الحالي لا يتجاوز 28,000 دولار، على أمل أن تكون العوائد المستقبلية أضعاف هذا الرقم. احنا ما صرفناش حاجة في الامتيالات، ما فيش غير 500,000 جنيه دفعوا لأحمد علي من المقاولين، الباقي كله فري. حتى الأفارقة كانوا فري، ونزلوا ترايلز في الملعب عشان نعرف احنا بنمضي مع مين. فان شاء الله بعد الموسم ده اكيد هيبقى فيه 2 أو 3 عليهم العين في الأندية التانية وهيتباعوا، وبعد ما يتباعوا هيدخل لك فلوس، هيبتدي بقى هو ده الاستثمار، انت تجيب حد من غير ولا مليم وتبيعه بملايين. فده الكونسبت. وفي نفس الوقت عندك شباب اللي هو اللي تحت اللي انت بتصرف عليه دلوقتي عشان تقدر تطلعه السنة اللي جاية برضو يبتدي ياخد مكانه ويبتدي يشتغل في المنظومة. تجربة الجونة قد تكون ملهمة لأندية أخرى للاستعانة بشركات الاستثمار الرياضي الخاصة لتسيير شؤون كرة القدم بها، ولكن تغيير الواقع الذي يعتبر تراكما لنماذج إدارية قديمة قد لا يكون من السهولة بمكان. النجاح اللي حصل في نادي الجونة لا هيخلي الناس تفكر ان هي تستعين بشركات، لان هي هتشوف حاجة مختلفة وهتشوف نجاح انا شايفه في فترة صغيرة جدا ان فرقة تبقى درجة تانية وتصعد ممتاز. ويبقى حصل في نادي الجونة لا هيخلي الناس تفكر ان هي تستعين بشركات، لان هي هتشوف حاجة مختلفة وهتشوف نجاح انا شايفه في فترة صغيرة جدا ان فرقة تبقى درجة تانية وتصعد ممتاز ويبقى شكلها كويس كده. انا شايف ان ده نجاح في فترة صغيرة يخلي الناس تفكر في لا تستاهل التجربة دي، تستاهل كتير.